طيب الآن إذا جيت أروح السوق أشتري، طبعا في أشياء كل مناسبة لها منتج معين، صحيح؟ صحيح. حلو، وش أكثر مناسبات؟ يعني مثلا اللي زواج، أحيانا بعضهم حفل، وش أنواع الاستخدامات؟ أولا استخدامك ما هو عود طبيعي ولا محسن؟ خلنا ناخذ ميزانية متوسطة. ميزانية متوسطة يعني السعر كم يعني تقريبا؟ يعني بالنسبة لك أنت كتاجر طبعا ميزانية متوسطة بتكون 10,000 وفوق، يعني خلينا نتكلم من 3,000 إلى 5,000 ريال. 3,000 ريال 5,000 ريال أخليك على المحسن، هو أفضل خيار. هو أفضل خيار. حلو، كم تعطيك كمية هذه 3,000 إلى 5,000 كيلو؟ أنا قلت لك العود المحسن يبدأ سعره بالكيلو من 800 ريال إلى 3,000 ريال بالحد الأقصى. و 3,000 هذا يكون ممتاز يعتبر. ممتاز، جودة عالية. 3,000 يعتبر جودة عالية. جميل جميل جدا. طيب ومناسبات الزواج يكثر الطلب على ايش؟ طبعا انت تعرف الزواجات قاعات مفتوحه، مساحات كبيره، صحيح، فلا يمنع انها يكون عود محسن عشان تقدر تغطي طبعا الحضور، تقدر تغطي الحضور وفيه مساحات اكثر ولا يسبب لك كتمه. لكن اذا انت بتستخدم استخدام شخصي او ضيف ضيفين او مجلس صغير كبار شخصيات عندك، ممكن يكون العود طبيعي افضل، رائحته غير ضار او شيء غير ضاره، وايضا الرائحه جميله. جميل. البعض منهم يلجا، يعني خلينا ما نبقى للخداع والغش، لكن ممكن هو اللي يبيع ما عنده خبره، فيدخل واحد ويساله يقول بالله ابغى عود طبيعي، فممكن يقدم له الصناعي. انا كمستهلك شلون اميز انه هذا طبيعي وهذا صناعي؟ هذا للاسف ان بعض التجار هدانا الله اياهم انهم يقدمون العود المحسن على انه عود طبيعي. والافضل للتاجر الامين انه يقدم الشجر، يقدم العود الطبيعي، فعلا العود الطبيعي، والعود المحسن يذكر ان العود محسن. يستغلون السعر، يستغلون بعض جهل المستهلكين ويغشون، يقدمون لهم العود المحسن على انه عود طبيعي. يعني من الطرائف اني انا دخلت يوم من الايام في احد المحلات، طبعا انا خارج محلي، فدخلت على انه يبغى عود طبيعي، فذكر لي ان هذا العود الكلمنتان يعتبر عود طبيعي. طبعا بخبرتي لما شفت هذا العود قلت هذا عود محسن في نفسي. طبعا بما انك انت اصلا تاجر وهذا مجالك، عارف ان هذا العود. طبعا هذا العود يوجد عندي، موجود في المحل عندي، سعر اقل. انا ابيع الكيلو كله بكامل ب 1400 ريال، وجدته بسعر غالي بدون تحديد السعر، لكن سعر فوق الخيال، يعني اضرب في 4 واضرب في 5 تقريبا. حلو، وترى السعر كل ما ارتفع العميل يعتقد انه هذا او هذا على انه هذا عود طبيعي وانه الافضل، لكن مفروض إن على المستهلك انه يكون يعني يدخل السوق وهو عنده خلفيه عن العود الطبيعي. طبعا كيف تختار العود؟ معليش انهي لي الموقف، وبعدين وش صار يوم شفته يبيع على الزبون؟ خلاص انا ما قدرت اقول شيء، سحبت نفسي وطلعت من المحل، لاني انا ادري ان هذا العود غير يعني سعره غالي ولا يحتاج اني اشتريه. يعني هل ممكن الجهات الرقابيه يكون عندها، يعني خلينا نسميه، تعرف يوم جاء موضوع ميزان الذهب، يوم صار حملة ثقافية انه كيف تقدر توزن الذهب لا تنغش وزي كذا، هل ممكن في يوم من الايام تطلع مبادرة ان نوعي؟ والله نتمنى ذلك، ان يكون فيه يعني مراقبة لهذه الاشياء حتى ما يقع الغش، بدا يزيد فيها، ما يقعون الناس. يعني الدعوة هي هد ميزانية، يعني بتشتري عود محسن وفي الاخير ليس هو، تشتري على انه عود طبيعي وهو محسن، وهو عود محسن بميزانيه عاليه، حرام جدا، ما يجوز هذا، غش ولا يجوز. فالافضل على المسلم انه يعني يقدمه بالنصيحه، اول شيء قدم النصيحه، وايضا الامر الثاني حاول انك تبيع بما يرضي الله عز وجل.